في الماضي كان على المرضى الذين يعانون من ضعف عضلي في الأطراف السفلية أن يقوموا بالتدرب على المشي بمفردهم، وهو ما يجعلهم عرضة للسقوط على الأرض بشكل كبير، والذي قد ينتج عن ذلك حدوث إصابات أخرى تجعلهم طريحي الفراش أو غير قادرين على المشي. أما في الوقت الحاضر ومع جهاز كيوغو، وهو جهاز آلي يسمح لمستخدميه بالمشي بمفردهم بكل يسر وسهولة في أي وقت وفي أي مكان أرادوا. مع جهاز كيوغو يستطيع المريض المشي بثقة تامة ولمسافات طويلة بكل حرية، كما أنه يساعد على تخطي مشاكل التوازن أثناء التحرك كصعود الدرج أو النزول منه والمشي على الأرضيات الغير مستوية، فضلا عن القدرة على التقاط الأشياء من الأرض. معالجة الحركة البشرية في المركز المتكامل لإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي.